صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 18 لسنة 2023 بتعيين رئيس تنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في وزارة الداخلية وذلك بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه تعين الشيخة مي بنت محمد بن خليفة الخليفة رئيسا تنفيذيا للمركز الوطني للتحريات المالية في وزارة الداخلية.